السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أتجه بكم إلى المحل الذي أقتني منه لوازم صنع الحلويات والمتواجد بوسط المدينة بشارع نوفمبر أو باب جياد. والآن نحن نقترب من المحل. قلت المحل يقع في باب جياد. المحل يقع في وسط المدينة، لمن يعرف تلمسان باب جياد. احنا ماشي نوصلوا له حتى اللي يكون يسكن في نواحي تلمسان يقدر يتوصل لهذا المحل بسرعة، بس يجي في وسط المدينة. صاحبة المحل امرأة، هكذا يكون التفاهم معها سهل. رحنا في باب جياد، احنا ماشي نوصلو. هو المحل، هاو هنا المحل. المحل هنا يتواجد. هيا لابيتخيل. هنا كاين الكيسات، كل انواع الكيسات. الكيسات او الصحون الورقيه باشكال مختلفه والوان مختلفه. انا هادو لي بواط تاع سلو او تقنته، يجيو للسوابع. هنا الكيسات ايطونش يصلحوا الحلويات اللي فيها العسل. هنا كاين الصحون الورقيه، الكؤوس الجوتابل كذلك، لي فيغ جوتابل. هادو لي بلاطو تاني كملاح، البلاطو هادو خرجوا جدد. هنا دائما مع المناديل الورقيه. هادو دي كورني دائما الصحون الورقيه المناديل. هنا هادو سي دي بواط تاع ديكور دي زاسيات جوتابل. هنا الحلوى والدراجي. هنا البندق، اللوز، الجوز، هادو كذلك دي بواط دي بواط. هنا البيستاش، الجوز، دائما هنا الحلوى على شكل دي سمارتي، دراجي. هاد الجانب راه موضوع هنا لهذا الجلجلان اون كولور الالوان، كذلك هادو لي بيرل تانيك بالالوان. هنا هاد الناحيه وضعت هنا البانان جاف، الموز الجاف، لاناناس، فرامبواز، هادو لي لامونغ ولي كيوي. هادو يزينوا بهم الاطباق الحلوه ولي ديسير كذلك. هادو هنا لاباتاغوم، هادي تعطينا اللون وتعطينا الذوق، بعدة نكهات. هنا لي كولورون بود، هاد لي كولورون رائعين، انا جربتهم في الحلويات نستعملهم. هنا دي زيكستري، الحاجه اللي تفتشوا عليها كاينه عندها. المهم انا كانت عده اخوات سالتني ما نشري الصوالح، راني حبيت اليوم نعمل لكم هذا الفيديو. هنا لي كريم، لا كريم شون، لا كريم فريش. هنا هاد المعلبات، هنا تفاح وخوخ. المهم انا راني نصور لكم وانتم الحاجه اللي تفتشوا عليها تصيبوا. هنا السكر، السكر الناعم، هادي الفوندون، ليكوز، السكر البني او لو سوكر رو،
هنا هذه نكهات تجي اون بودغ، انا استعملتها في ماء الزهر اون بودغ. هكذا هنا لافاني، هنا سوريس كونفي، زبدة بكل الانواع الماركات، هنا لاباتا سكر اون كولور نيسلي، هنا توجور هنا لا كريم فريش، هذه خمارة الفورية، خمارة الخبز، زبدة دو فايتاج او زبدة التوريق. هنا هادو لي سوبر كريم، هادو سالوني عليهم شحال من وحده، هما دوبليكو، فراوله، برتقال، ليمون، فاني، كراميل، شوكولا. هنا نجد شوكولا طارتين لي مارك والعسل. هنا هادو لي فلون ولي كريم، كريم تيراميسو اللي يحب يشريها جاهزة. هنا اللوز، الكاكاو، كاكاو أمير والكاكاو نورمال، كاين ثلاث ألوان تاع الكاكاو. وهذا الجانب اللي تبحث عنه الكثير من النساء، هادو لي دوي تاع اللي خرجوا جدد يعملوا الأزهار، خدمت به الطرطة الأخيرة. هنا لي سباتول، لي ماريز، لي فوي، دي مول، هادو ثاني كيخدمو بهم سبيسيال لاباطا، لاباط دامون، لاباطا سوك، هيا دي لاخر لادوي تاع تخوا تات هاديك. هذا الورق تاع لاباطا سوك، دي مول هادو، هادو تاع الشوكولا راهم بأثمان رخيصة. هادي سبيسيال لاباطا سوك كذلك تعطينا هاد لي ديسان يحبوا يعملوا طارطات. هادو تانيك لي مول خرجوا جدد، يقص لك لا طارت، يعطي لك هكذا في هاد هادو لي ترمومتر، راهم ب 500 دينار، ثمن معقول، نحتاجوه لي ترمومتر هادو باش نشكلوا الازهار. بليزيغ ديسان، وهنا لي مولون سيليكون، كاع الاشكال والانواع اللي تحبوها. هادو مام سبيسيال تاع الاطفال، راهم كاينين دي موديل شابين. هاد المول بيستاش هادو خرجو جدد، هادو تعملوا فيهم، طيبوا فيهم، تقدموا فيهم، هذاك التحتاني ينحل ويقعد غير هذاك التحتاني تنجموا تقدموا فيه، كاين بليزيغ فورم. هنا هذا تاع العجينه، عجينه السكر او عجينه اللوز. هنا هادو لي مول سبيسيال شبيكه سوك دو دونتيل، شابين، راه عندها اشكال وانواع شابه. هادو لي كيسات تاع لورغونزا نقدمو فيهم لي الكاطو الراقيه، الحلويات الراقيه دائما مع لي مول هادو. هادو هنا لي ترانسفير دو شوكولا، ترانسفير مول، هادو راه فيهم اشكال عديده، او اسيت نزوميهم لكم، ماذا بكم يستنوا هنا في التلمسان يمشيو ويشوفوا بعينيهم خير. هنا هاد الحلويات تزوقوا بها لاخر لي كاطو، ما انا نعملها في ديكور في لي فوتو لي طارت، هي بليزيور غو. هادو لي بيرل ارجونتي يجيو في حلويات عديده. هنا دو لي بواط لي يعملوا تاع المارياج ولا تاع لي فيونساي ولا. هنا هاد لي مول هنا جدد اللي راكم تشوفوا فيهم في لي بواط، هادو سبيسيال موس، دوك نشوفوا بهم مواصفات.
دائما هادو لي طارت مونتي، هادو الشعب لي طارت مونتي، هنا هادو لي مول اغاداس تخرجو لي صابلي، هنا الملون تويل بون ملونة جل، هنا هادي لو كول لا كول اليمونتير تاع 150 دينار، هنا دي بريون شريت انا اون ارجون دي توري جوني بوشيت بزاف. هادو سي دي ديكور دو كواف، سوقهم من فابريكي. هادو لي مول اون بيستاشون بلو، هادو تاع لي بوب كيك، نفوت بهم الوصفة كذلك دائما لطاف. هنا هادو تاع لي صابلي قاطعات، هادو راه فيهم تانيك اشكال والوان. هاو دالو سكر دونتيل، سكر شبيكة، هادو تاني كليمول نحتاجوهم. ميزان راه عندها هاد الأزهار تاني نزينو بهم لي كاطو، لي دغاجي دوغي أرجونتي. هادو عجينة اللوز هادي، لي بوش هادو جوطابل بليتو لي بوش. هادو هنا دي بلاطو لي نعملوهم تحت لاطارت، دي بلاطو جوطابل لي نعملوهم تحت لاطارت كي نكونو نمونطيو في لاطارت. تبدا دائما مع القواطع تاع الصابلي. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو التوضيحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.